شفنا دخول الفريقين، ولكن الكاميرا رفضوا الفريقين انهم يدخلوا الكاميرا النهارده. واضح ان هناك تركيز شديد جدا. في خناقه جوه. خناقه بيعملوا ايه؟ هم رفضوا. لا عادل فتحي، فده عادل فتحي وماجد المصري، والا ده فريق ده تلاقيهم بيشيشوا من الشمس. يعني وهتلاقي في فرشه وفي موبايلات بتتباع وساعات وبتاع. عشان كده رفضوا. قالوا رفضوا، بيعملوا سبوبه على بعض جوه.